اتفضل. فكان بعد هيك من كتر اللي انا شفت يعني صار عندي تغيير كل في حياتي، يعني زي ما انا كتبت فعليا في المنشور: من صحف المغمور يعرفه القليل، في المشهور يعرفه الملايين اسما وشكلا. سبحان الله. بركة دعاء الحاجة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا احب يوم لما صار موضوع زيد، هو كان يعني يثقف علي في موضوع السريه، انه بخلي الامر سري لعند ما ينتشر الفيديو. ما كنت حاكي لحد، حتى لا الحجه ولا والدي. وبعدين والدي انا اهلاوي متاصل جدا جدا، ما حدش كان يعرف يا أنس، ما حدش كان يعرف الا المصور اللي طلع معي، ولا الوالد ولا الوالده، ولا حد كان يعرف. ولا لدرجه كمان على الرغم من ان الوالد يعني زي ما انت بتقول اهلاوي جامد جدا. ما هو في سبب انه برضه ما كانش يعرف، انه كانت اتصالات مقطوعه، انا في مكالمه الصحفيين وهم اهلي الحين في اي مكان بعيد عني شويه، فما كنت قادر احكي له اوكي. او اوصل له الخبر، كانت اتصالات مقطوعه بيننا. فانتشر الفيديو، فبروح لما بقول للحج هيك هيك، قالت لي الكلمه اللي انت حكيتها: هذه بركه الدعاء يا مبارك. بركة دعاء الحاجة فعلا. طيب والله يعني تغير الحال إلى أمور إيجابية كثيرة جدا. طبعا أبرز الـ طبعا. أبرز الـ الإيجابيات اللي شفتها يا أنس من جمهور بقى النادي الأهلي ووقفته معاك تحديدا، وحبه ليك وحبه لأدائك في الفيديو. كثير ايجابيات كان، يعني خلينا نحكي على صعيد الواقع اللي احنا بنعيشه حاليا في غزه والحرب اللي احنا عايشينها. نعم. يعني كانت صفحتي، خليني اقول لك انه انا ما نشط على السوشيال ميديا، ما كنت انزل كثير اشياء، لكن حاليا صرت استخدم صفحتي اللي صار عليها تفاعل كثير لايصال صوت العالم والشعب اللي هنا موجود في غزه. ولدرجه انه اول ما انزل منشور على صفحتي عليه تفاعل كثير، خصوصا من المشجعين المصريين الاهلاويين خصوصا. وليش اللي بنفتخر فيه وبنعتز فيه كمشجعين النادي الاهلي، واللي احنا كنا نخصص وقت من اوقاتنا يعني لمشاهده مباراه النادي الاهلي، هو الدعم اللي من اللاعبين ومن الجمهور. يعني شوف كيف اللعيبه بعد كل هدف بتحتفل وتدعم القضيه الفلسطينيه. شفنا حسين الشحات حسين الشحات لما كان لابس صور فلسطين في ايده، ولما رقصت رقصه اصحاب الارض، الجمهور لما بيكون حامل اعلام فلسطين. فهي كلها هذه تثبت لنا انه العالم مش نفس قضيتنا، الناس جنبنا. هو ليس تقديم للاعب كرة قدم، ولكن طبعا تقديم للاعب كرة قدم، وفي نفس الوقت مساندة كبيرة تقديم جدا للاعب جدا كرة من قدم. النادي الأهلي. حكيتها مع ناس كثير، النضال الفلسطيني ليس سياسيا ولا عسكريا فقط. تمثيل اسم فلسطين في جميع المحافل هو نضال. حقيقي. الرياضي الفلسطيني مناضل، الفنان الفلسطيني مناضل، الرسام الفلسطيني مناضل. يكفي انه اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي هيمثل النادي الاهلي، النادي العالم اللي بيلعب مع فرق اوروبيه واسيا ودوليه. فيكفي انه المؤلف لما بده يحكي عن وسام ابو علي انه يحكي اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي، وهذا بمثابه تذكير لكل العالم انه فلسطين موجوده، فلسطين يمثلها فلسطين الكثيرين. موجودة وستظل دائما موجودة يا أنس إن شاء الله. يعني فبقول لك إنه هذا بمثابة تذكير لكل العالم إنه فلسطين يمثلها الكثير، ليس فقط سياسيا وعسكريا، فنيا ورياضيا وبجميع الأشكال. فإحنا هذا دعم للنضال الفلسطيني، النضال الفلسطيني متعدد الأشكال، من ضمنها الرياضة كرة القدم. هاي القوى الناعمة طبعا.